البيوت الحضارية الرئيسية هو قصر المصمك، قصر الحكم اللي بناه تركي بن عبد الله، كذلك مسجد الإمام تركي كان يعني طراز العمراني رهيب وجميل جدا، ضخامة في البناء وكبر في المساحة هذه، وثم قصر خريمس، ثم قصر الديوانية للأمير للإمام عبد الرحمن بن فيصل، ثم قصر سعد بن عبد الرحمن هذه، ثم باب الصفاقات لأم زوجة الملك عبد العزيز أم عبد الله، ثم بعد ذلك مسجد الإمام عبد الله بن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك بيت الملك فهد اللي بني في الحنبلي. هذه بيوت بسيطة. ثم البيوت اللي في الشلقة حلت الأجناب جنوب شرق المصمك، الباقي كلها بيوت بسيطة جداً.